حرب فيتنام، افلام كتير وفيديوهات اكتر اتكلمت عن الحرب اللي فيها تمت اهانة امريكا، اقوى قوة في العالم اتهانت في فيتنام. فلازم نتكلم عن حرب فيتنام، يلا بينا. حرب فيتنام كانت من الحروب اللي لها تأثير كبير جدا على العالم، نتيجة لان تأثيرها كان كبير جدا على اقوى قوة في العالم وعلى شعب اقوى قوة دي. ولا اخفيك سرا، يعني انا بتكلم على امريكا، كمية تشوهات نفسية حصلت عند المجتمع الامريكي والشعب الامريكي بسبب حرب فيتنام كانت مهولة ولا توصف. وكشخص بيقدر المجهود اللي بتعمل من وراء صناعة السينما وبشوف مئات الافلام اللي هوليوود بتنتجها واللي طبعا بتتكلم عن حرب فيتنام، سواء الكلام ده بشكل مباشر او غير مباشر، فقلت ستوب هنا، احنا لازم نتكلم على حرب فيتنام. لما تعمل ابسط سيرش ممكن على جوجل او حتى تبدأ تقرأ في كتاب مبسط بيتكلم عن حرب فيتنام، مش هتفهم الحرب دي حصلت يعني ايه اللي جاب الشامي على المغربي؟ الحرب دي حصلت ليه؟ فيتنام دولة في اسيا، في جنوب شرق اسيا، ليها حدود مباشرة مع الصين، كمبوديا، لاوس وكم دولة تانية. ايه اللي يخلي امريكا تخش الحرب دي؟ والاغرب من كده، ايه علاقة فرنسا بفيتنام؟ فمعلش خلونا ناخد بس خلفية سريعة عن الاوضاع في فيتنام قبل ما نتكلم على الحرب. فرنسا وانجلترا هما الدولتين اللي كانوا بيتنازعوا من اوروبا على حكم العالم، مين فيهم هياخد اكبر مساحة ارض في اسيا. الكلام ده كان في القرن 18 و19، من اول سنة 1859 وفرنسا حط عينيها على فيتنام، وسنة ورا سنة كان استقلال فيتنام بينهار وبيحل محله السلطة الفرنسية في البلاد او الاحتلال الفرنسي. لما وصلنا على سنة 1885 كانت خلاص فيتنام مستعمرة فرنسية، وبقت من ضمن مستعمرة الهند الصينية الفرنسية، وفضلت فيتنام كده لحد الحرب العالمية الثانية، اللي هو الحاجة اللي غيرت كل حاجة في العالم تقريبا. فصل من فصول الحرب العالمية الثانية كانت حرب اليابان او حرب المحيط، وبالمحيط بنتكلم على المحيط الهادي. اليابان كانت بتسعى جاهدة ان هي تسيطر على كل المحيط ده، ومن ضمن جولات الحرب سنة 1941 ان اليابان قدرت ان هي تسيطر على فيتنام من فرنسا، وبدأت اليابان تعمل زيها زي اي مستعمر، بتحلب الثروات اللي موجودة عند فيتنام علشان تكمل بيها الحرب على المستعمرات بتاعة فرنسا وبتاعة انجلترا اللي موجودة في الصين. يعمل ايه بقى الطرف الاخر من الحرب اللي هي بقى قوات الحلفاء؟ يقولك هنا والله دور لي على واحد في فيتنام يكون قوي، نخليه هو يحارب مكاننا، احنا مش فاضيين. وكان هو تشي مين رئيس حركة الفيت مين، هو الشخص اللي هيتلقى دعم مهول من امريكا والصين والسوفييت علشان يقود هو مقاومة فيتنام للاستعمار الياباني. وبالفعل قدر ان هو بقواته البسيطة جدا عبارة عن شوية ميليشيات انهم يوقفوا حركة فيتنام في المنطقة دي كلها. وزي ما احنا عارفين ان مع مرور الوقت وصلنا لنهاية الحرب، وزي ما احنا عارفين برضو ان اليابان استسلمت بعد اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي. فسنة 1945 اليابان سحبت قواتها من فيتنام وتركت زمام الامور، وركز في النقطة دي، للامبراطور باو داي اللي موجود في جنوب فيتنام، واللي زي ما تقول كده كان فرنسي الهوى. فمين هنا يشوف فرصة للسيطرة على فيتنام خاصة بعد ما اليابانيين خرجوا منها؟ هو تشي مين اللي استولى بالفعل هو والميليشيات بتاعته على مدينة كبيرة في فيتنام الشمالية سموها هانوي، واعلن قيام جمهورية فيتنام الديمقراطية اللي هو رئيسها. وفرنسا من ناحيتها كان عندها امل بسيط كده ان هي ترجع لفيتنام تاني بعد الحرب العالمية التانية، فدعمت الامبراطور باو داي في الجنوب. وسنة 1949 اقيمت دولة فيتنام الجنوبية وعاصمتها المدينة الجنوبية في فيتنام سايغون. فانت كده عندك دولة في فيتنام الشمالية ودولة في فيتنام الجنوبية في نفس البلد الواحد، البلد الواحدة اتقسمت دولتين، وكل طرف فيهم وكل دولة فيهم كان نفسها ان فيتنام تكون مستقلة بعيدة عن اي استعمار، وان اللي يحكم فيتنام هو شعب فيتنام. لكن الاختلاف هنا كان في الايديولوجية اللي هتحكم. الشمال بقيادة هو تشي مين كان عايز القوة الشيوعية هي اللي تحكم والفكر الشيوعي هو اللي يحكم، والجنوب بقيادة الامبراطور باو داي كان شايف ان المعسكر الغربي افضل، خاصة زي ما قلت لك انه كان فرنسي الهوى، فبالتالي علاقاته مع الغرب كانت افضل بكتير، وده اللي خلاه لا يكون الا شخشيخة حرفيا في ايد فرنسا لتحقيق الهدف الاسمى بالنسبة لها، الا وهو عودة الاستعمار الى فيتنام. وبالفعل الفرنسيين والشيوعيين دخلوا في معارك كتير مع بعض لحد ما وصلنا لسنة 1954 اللي فيها وقعت معركة مهمة جدا بين المعسكر الفرنسي والمعسكر الفيتنامي الشمالي اسمها ديان بيان فو، اللي كانت نتيجتها خسارة فادحة للقوات الفرنسية على ايد الشعب الفيتنامي. فهم
فرنسا رفعت ايديها لمجلس الامن والامم المتحده الحقوني، علشان في يوليو سنه 1954 يعقد مؤتمر جنيف ويتم بتوقيع معاهده من أسوأ ما يكون، هي اللي هتتسبب بالمناسبه في الحرب اللي كانت بتنص ان دائره عرض 17 هتقسم فيتنام الى دولتين، فيتنام الشماليه وفيتنام الجنوبي. يكون الحكم في الشمال لهوتشيمين في العاصمة هانوي، وفي الجنوب للإمبراطور باو داي في العاصمة سايغون، على أن تتم انتخابات ديمقراطية نزيهة للشعب الفيتنامي بعدها بسنتين سنة 1956. بعد مؤتمر جنيف سنة 1955 يعني بعده بسنة، ظهر شخصية مهمة جدا وهو السياسي المناهض للشيوعية نجو دينه ديم، ظهر في الجنوب في فيتنام الجنوبي. ليه الشخصية دي مهمة؟ يعني لان الولايات المتحدة الامريكية قررت ان الشخصية دي تكون مهمة في فيتنام الجنوبية، اصطفوه كده من الفيتناميين وادوله دعم غير محدود علشان يكون هو الحاكم الفعلي لفيتنام الجنوبية كرئيس وزراء بيرأس حكومة الامبراطور. هل انت بقى متوقع معايا ان الدنيا هديت؟ يا صديقي، لما الامم المتحدة ومجلس الامن والحاجات اللي انت عارفها دي بتدخل في اي حوار، الموضوع بيشعل اكتر وبتخلي اي حاجة طين، وكلنا مجربين. وبعدين احنا في سنة 1955، يعني احنا في عصر الحرب الباردة، امريكا ضد الاتحاد السوفيتي في حرب ضروس على مين فيهم هو اللي هيسيطر على العالم، مين هيكون هو القطب الذي يحكم الكرة الارضية. وفيتنام كانت ارض خصبة للحرب الباردة بين الطرفين، طرف شيوعي وطرف مائل الى الغرب في نفس البلد. هنا رئيس امريكا وقتها ايزنهاور بيتعهد بالدعم القوي لقوى فيتنام الجنوبية وبدء حملة دعم عسكري واستراتيجي ومخابراتي لفيتنام الجنوبية بدون اي مقابل. هنا الحكومة في فيتنام الجنوبية بتبدأ عملية قمع شرسة لاي حد شيوعي، اي حد متعاطف مع فيتنام الشمالية باي شكل من الاشكال او حتى مع الافكار الشيوعية كان بيتم قمع. تحت رعاية امريكا تم اعتقال في هذه الحملة اكتر من 100,000 فيتنامي في فيتنام الجنوبية، كلهم اتعرضوا لكل الانتهاكات اللي انت متوقعها من نظام قمعي، بداية من الضرب والعنف الجسدي والتعديات التانية اللي بتوصل لحد الاغتصاب والتعذيب مهما اختلفت الاشكال، وفي النهاية ممكن تتقتل. وكان الرد ايه بقى في سنة 1957 من فيتنام الشمالية اللي كانوا مسمين القوات بتاعتهم فيت كونج؟ عملوا عمليات ذكية جدا تهدف اغتيال المسؤولين الحكوميين اللي بينفذوا هذه العمليات القمعية، واستهداف كمان مراكز مهمة في فيتنام الجنوبية، تفجيرات بقى، ضرب رصاص، اغتيال مسؤولين، كل اللي انت عايزه برضه. وفضلنا قاعدين كده سنتين لحد سنة 1959. في السنة دي الطرفين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية كانوا خلاص بدأوا اشتباكات عنيفة مع بعض، ومن هنا تقدر تقول ان كل اللي فات ده كان تسخين وتمهيد علشان سنة 1959 تبدأ حرب فيتنام بالفعل على أرض الواقع. والأوضاع بتولع مش بتهدى لما جون كينيدي بيجي على رأس قمة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وقمة رئاسة العالم سنة 1961، اللي كان متبني نظرية اتكلم عليها قبل كده أيزنهاور رئيس أمريكا، وهي نظرية الدومينو. أيزنهاور كان بيقول على النظرية دي إيه نصا كده: انظر لأحجار الدومينو واترك واحدا منها وانظر ماذا سيحدث لآخر حجر دومينو، بالتأكيد سيسقط بسرعة أكبر. ومن هنا يمكن أن يتفكك النفوذ الشيوعي في الهند الصينية إذا أنقذنا فيتنام الجنوبية من الغزو الشيوعي، وإلا فإن تركنا فيتنام للسيطرة الشيوعية فإن ذلك سيؤدي إلى انتصارات شيوعية مماثلة في الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا بما في ذلك لاوس وكمبوديا وتايلاند وغيرها كالهند واليابان والفلبين واندونيسيا وحتى استراليا ونيوزيلندا. فالعواقب المحتملة لفقدان الهند الصينية لا تحصى بالنسبة للعالم الحر. لما كينيدي بقى رئيس امريكا تبنى نفس الفكرة وقال نصا: بورما، تايلاند، الهند، اليابان والفلبين، ومن الواضح ان لاوس وكمبوديا من بين اولئك الذين سيتعرض امنهم للتهديد اذا غمر المد الاحمر الشيوعي فيتنام. يعني بالنسبة لجون كينيدي رئيس امريكا دلوقتي، فكرة ان فيتنام تكون شيوعية دي فكرة غير مقبولة على الاطلاق، وبتهدد كل الخطط الامريكية في شرق اسيا بالكامل. وهنا كان قرار كينيدي ان امريكا لن تتوانى في تقديم كل الدعم مهما كان الدعم دوت عامل ازاي لفيتنام الجنوبية، من اول الدعم الاقتصادي والغذائي لحد الدعم العسكري المباشر. على سنة 1962 بقى على الاراضي الفيتنامية الجنوبية في فترة حكم كينيدي كام جندي امريكي؟ توقع معايا كده بنتكلم على 9,000 جندي امريكي، والرقم ده كان كبير
لان احنا لما بنتكلم على الخمسينات لو رجعنا في العقد اللي فات، عدد الامريكان اللي كانوا موجودين في فيتنام كلها شمال وجنوب كانوا 500 واحد بس. الصراحة سنة 1963 العالم كله فيها كان على صفيح ساخن. فيتنام الجنوبية حصل فيها انقلاب عسكري دموي، مات فيه رئيس الوزراء دانا دام وأخوه. بعد 3 أسابيع بس من الانقلاب العسكري ده تحصل واحدة من أشهر حوادث الاغتيالات في تاريخ البشرية، تم اغتيال جون كينيدي رئيس أمريكا. وبقى المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا فيما يشبه الخواء السياسي والفراغ السياسي في منطقة جنوب شرق آسيا، فده اضطر ليندون جونسون اللي هو كان خليفة كينيدي ووزير الدفاع الأمريكي وقتها روبرت ماكنمار إنهم يكثفوا التواجد الاقتصادي والعسكري الأمريكي في جنوب شرق آسيا، خاصة فين؟ في فيتنام. ومن هنا بقت فكرة تواجد أسطول بحري أمريكي، غواصات حربية، سفن حربية، حاملات طائرات، أو حتى سفن تجارية أمريكية على سواحل فيتنام، وفيتنام بقصد فيتنام الجنوبية طبعا، فكرة مش غريبة خالص. اللي عايش هناك وقتها فاهم التواجد الأمريكي في فيتنام الجنوبية كان واصل لحد فين. لكن لما وصلنا لأغسطس سنة 1964 هيحصل حدث هيخرج البعبع الأمريكي من الأم بتاعه ويستفزه جدا، ألا وهو حادث خليج تونكن. وركز معايا علشان احنا كده داخلين على الجد. وبمناسبة الكلام على الجد، فبجد شكرا جدا لكل الناس اللي بتدعم صناعة المحتوى ده. والإضاءة مش مظبوطة فهقرب الإضاءة دي واجيلكوا تاني، يعني بيتهيألي كده احسن. شكرا جدا لكل الناس اللي بتدعم صناعه المحتوى ده بلايك شير اشتراك في القناه تفعيل كل التنبيهات، الحاجات دي طبعا مهمه جدا جدا. واخص بالشكر المنتسبين على القناه اللي دعمهم لينا هو اللي بيخلينا نعمل بهذه الاريحيه قدر الامكان. الافكار اللي احنا عاوزين نقدمها ليكم يعني، وبنبدا نفكر بقى الفيديو ده هيجيب مشاهدات ولا لا. المنتسبين على القناه بيريحونا من كل الوش ده وبيخلونا نعمل المحتوى اللي احنا عاوزين نعمله من غير ما نبص على اي عوامل تانية. فتقدر تكون من ضمن المنتسبين على القناة عن طريق زرار جوين او انضمام اللي موجود جنب زرار سبسكرايب او اشتراك. وكمان كل الشكر للداعم المنتظم معانا بقاله حوالي سنة ونص تقريبا او اكتر من كده على فودافون كاش. تقدر تكون معاه وتعمل زيه وتدعم صناعة المحتوى عن طريق فودافون كاش اللي الرقم بتاعه موجود في صندوق الوصف، او طبعا عن طريق باتريون وباي بال واللي برضو كلهم موجودين في صندوق الوصف. وشكرا من تاني لكل المنتسبين على القناة. وخلونا نرجع نشوف ايه اللي حصل في خليج التونكن. في منطقة خليج التونكن قريب شوية كده من فيتنام كان في مدمرتين أمريكيتين معسكرين هناك، اتعمل عليهم حتة هجوم خاطف ومدروس وكبير من مجموعة زوارق فيتنامية. ده كان أول هجوم مباشر على القوات الأمريكية اللي كانت معسكرة وبتدعم فيتنام الجنوبية. وهنا اللي بيحصل في مجالس الحكم كالتالي: لا يا فندم، احنا المفروض ما نورطش نفسنا في حرب جوه فيتنام، احنا لو ما هجمناش على فيتنام احنا هنبقى ملطشة. نظرية الدومينو اللي اتكلم عليها ايزنهاور، هنبقى احنا اللي بنطبقها. القرار الاخير، امريكا هتهاجم. وبالفعل امر الرئيس الامريكي جونسون بقصف مناطق عسكرية في فيتنام الشمالية. وبسرعة الكونجرس الامريكي اصدر قانون اسمه قانون خليج تونكن، ادى جونسون صلاحيات واسعة من ضمنها اصدار قرارات الحرب. وبدأت الطائرات الامريكية تشن غارات مرعبة على فيتنام واللي تسمت باسم Operation Rolling Thunder او عملية الرعد المستمر. بس يعني خلينا اقول لك كده كلام في سرك، امريكا ما كانتش بتهجم بس على فيتنام، فيتنام كان جنبها دولة تانية اسمها لاوس، كانت دولة محايدة ومسالمة وملهاش في اللعبة دي كلها يعني. الوثائق الرسمية بتقول ان القصف الامريكي كان بيشمل لاوس هي كمان، والقصف الجوي عليها بلغ 2 مليون طن من القنابل. وبرضه دي كانت من ضمن الجولات بتاعة الحرب الباردة اللي سميت في التاريخ واللي تقدر تسرش عليها باسم الحرب السرية. يلا نكمل. بعد عملية الرعد المستمر دي جونسون أصدر قراره اللي كان مستند على دعم مهول من الرأي العام الأمريكي اللي كانت بتحركه في الوقت ده آلة إعلامية ضخمة وجبارة بتدفعه طبعا في اتجاه دعم الحرب. القرار بتاع جونسون كان بيقول إيه؟ إرسال قوات عسكرية أمريكية برية
للحرب في فيتنام. هناك كان موجود بالفعل 82 ألف جندي أمريكي، لكن على نهاية 1965 القادة العسكريين وصلوا الرقم ده لكام؟ 175 ألف مقاتل أمريكي. هنا الرأي العام في أمريكا ما بقاش مصدق الرقم ده، وكل الرأي العام بدأ يتحرك ضد الحرب. أي حد كان عنده عقل في أمريكا هيقول كده، ليه مئات الآلاف من الأمريكان يروحوا دولة بيننا وبينها 13450 كيلو متر علشان نحارب؟ رد جونسون كان ايه؟ سنة 1965 يبعت 100 ألف مواطن أمريكي على فيتنام، و100 ألف تانيين السنة اللي بعدها، واللي عايز يتكلم يتكلم بقى. كمان في نفس التوقيت أمريكا كانت بتحرق بقى الدول اللي موجودة هناك، ها؟ مين فيكو هيبقى حليف ليا؟ مين فيكو هيدعمني في الحرب دي؟ فانضمت للحرب دي دول كتير زي كوريا الجنوبية، تايلاند، استراليا، نيوزيلندا، ودول تانية شاركت في الحرب إرضاء بس لأمريكا. ومن هنا نقدر نقول إن دي ذروة حرب فيتنام، أو بداية ذروة حرب فيتنام، اللي كان أهم قائد عسكري فيها بالكامل والأكثر دموية طبعا نظرا للخطط العسكرية البشعة اللي كان بيحطها علشان يحارب واللي استخدمها في الحرب، كان هو الأمريكي ويليام ويستمورلاند، اللي طبعا كان بيشتغل بالتنسيق بينه وبين رئيس حكومة فيتنام الجنوبية. ويستمورلاند كان أسلوبه قذر حرفيا، ومعتمد على فكرة ثابتة، أنا هقتل بس ومش هبذل أي مجهود في تأمين الأراضي بتاعتي. حدد مناطق معينة في فيتنام الجنوبية على إنها مناطق مؤمنة، والمفروض إن جميع المدنيين في فيتنام الجنوبية يتم إجلائهم فيها، ولأن المدنيين كان في بينهم ناس متعاطفين مع فيتنام الشمالية أو الطرف الشيوعي، فعمك ويستمورلاند ما كانش بيتفاهم، وأمر الطائرات البومبرز بي 52 إنهم يقصفوا في فيتنام الجنوبية أي منطقة غير المناطق الأمنة اللي إحنا أشرنا ليها، وبالتالي آلاف الفيتناميين يموتوا، واللي مش مسلحين منهم يجروا ويفروا علشان يوصلوا للمناطق الأمنة دي، والمسلحين يفضلوا في المناطق اللي هي القصف شغال عليها بشكل مستمر. قصف همجي مات فيه عشرات الآلاف من الفيتناميين. هو كان مفكر انه عن طريق الطريقة دي هيرهب فيتنام الشمالية، لكنه بالطريقة دي كشف ليهم سر قوة الجيش الأمريكي ألا وهو السلاح الجوي. فعلى طول فيتنام الشمالية طلعوا على الصين والسوفيت، قالوا لهم يلا ادونا أسلحة دفاع جوي علشان نقدر ندافع عن نفسنا، والتانيين ما قصروا، وتم تعزيز الدفاع الجوي الفيتنامي الشمالي. وهنا يظهر عندنا سؤال مهم ومعضلة مهمة ليها علاقة بحرب فيتنام، هل كل الأمريكان كانوا زي ويستمورلاند؟ لما وصلنا لسنة 1967 كان عدد القوات الأمريكية اللي موجودة في فيتنام تجاوز حاجز 500,000 جندي. الخسائر في أرواح المواطنين الأمريكان 15,058 مواطن أمريكي اتقتلوا في فيتنام، 109,527 جريح اتصاب في فيتنام. انت متخيل كمية الناس اللي اتقتلت أو اتأذت نفسيا أو جسديا في حرب اصلا مش حربهم، بيحاربوا على ارض بعيده الاف الكيلومترات عن بلدهم، اصلا الاف العائلات الامريكيه اتدمرت او اتاثرت بنسبه كبيره بسبب وفاه الناس دي، وكل ده علشان ايه؟ علشان نفوز امريكا ضد السوفييت؟ هل ده اصلا تمن كافي؟ الحقيقه الاجابه على السؤال ده كانت بتراود كل الجنود اللي كانوا موجودين على الجبهه من الامريكان. الجنود الفيتناميين الجنوبيين خرجهم من اللعبه خالص، دول ليهم قضيه وبيدافعوا عنها وبراحتهم. احنا بنتكلم هنا على الجنود الامريكان، ما كانوش واثقين على الاطلاق بقرارات الحكومه انهم يفضلوا مشاركين في هذه الحرب، في الوقت اللي بتجيلهم اخبار ان بيتم التلاعب بالراي العام في امريكا من الاعلام. بيانات الاعلام في الوقت ده كانت بتقلل من عدد الجرحى وعدد القتلى مصابين في الحرب، وكمان قادة الجيش الأمريكي بشكل مستمر كانوا بيطلعوا قدام الرأي العام ويقولوا إن القوات الأمريكية عمالة تتقدم بشكل مبهر، يعني إعجاز بقى بيحصل في أراضي فيتنام، في نفس الوقت اللي الجيش الأمريكي أصلا كان بيخسر بنسبة كبيرة أكتر ما بيكسب. الكذب والتضليل بالشكل ده وصل نسبة كبيرة من الجنود لحالة نفسية سيئة جدا. كثير من الجنود الأمريكان أدمنوا المخدرات في المعسكرات، أو طبعا دخلوا في صدمات وأزمات نفسية كتير زي الدخول في اكتئاب ما بعد الصدمة من هول المناظر اللي كانوا بيشوفوها في الحرب دي. كثير من الكتائب جوه فيتنام الجنوبية بدأ يحصل فيها تمردات على الضباط من الجنود. الوضع عموما في الجبهة هناك بين الأمريكان كان وضع مزري وخارج بكل تأكيد عن السيطرة. الفترة بين يوليو 1966 وديسمبر 1973 هرب أكتر من 503,000 جندي أمريكي من الحرب، ونتيجة لعمليات الهروب والاحتجاجات دي لجأ القادة العسكريين في فيتنام إنهم يعملوا حاجة برضو مؤسفة جدا، وهي عمليات إعدام عشوائية للمتمردين، وبالتالي القتل الجماعي وساحات الإعدام انتشرت على الجبهة. كان بقى بيتزامن مع كل ده إيه؟
قيام جبهة مدنية في أمريكا ضد الحرب. كتير من الشباب الأمريكي كانوا هم القوام الرئيسي لهذه الحملة. قدروا يوصلوا لكمية صور مرعبة وفظيعة وقدروا إن هم يعرضوها في الإعلام وعلى التلفزيون للشعب الأمريكي. ده حال الجنود هناك وده اللي جنودنا بيعملوا هناك. فالرأي العام الأمريكي تحول نسبة كبيرة منه إنه يكون أصلاً ضد الحرب، وبقت المظاهرات المناهضة للحرب حاجة برضو مينستريم في المجتمع الأمريكي. كل يوم ممكن تقوم مظاهرة ضد الحرب، بس التصعيد الأخطر إن المظاهرات دي وصلت لحد البنتاغون. 35,000 متظاهر أمريكي مناهضين للحرب وقفوا قدام البنتاغون واعتصموا قدامه وقدموا نفسهم هم كمان ضحية للدفاع عن إخواتهم اللي موجودين على الجبهة في فيتنام. الدولة الأمريكية كانت بتتعامل مع المظاهرات والاعتصامات دي بعنف شديد. الأحداث دي تم نقلها بالمناسبة في فيلم رائع تم إنتاجه سنة 2020 اسمه The Trail of the Chicago 7. فيلم اتكلم عن المظاهرة اللي بحكي لك عليها دي تحديدا وعن المحاكمات اللي حصلت للمتظاهرين اللي كانوا موجودين في هذه المظاهرة. فيلم سياسي من أهم الأفلام السياسية اللي نزلت في الفترة الأخيرة، أنصحكم طبعا بمشاهدته. فيعني المهم من سنة 1967 وبقى فيه أصوات كتيرة سواء في المجتمع الأمريكي بين كل فئات الشعب في أمريكا وفي كل الولايات، في ناس كتير مناهضين للحرب. كمان المعسكرات الأمريكية والكتائب الأمريكية في فيتنام نفسها بقى فيها جنود كتير ومقاتلين كتير هم كمان مناهضين للحرب. شوف، مع كل المشاكل اللي فاتت دي إلا إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لسه هي الطرف الأقوى في الحرب. الجبهة الشيوعية في فيتنام الشمالية كانت بتعاني من نقص شديد في الإمدادات اللي بتجيلها من الصين والاتحاد السوفيتي، وعلى الصعيد الثاني أمريكا حلفائها كانوا بيردوا ليها الجميل بكل الإمدادات اللازمة. ففيتنام الشمالية قررت إن هي تعمل هجوم شامل على فيتنام الجنوبية، الغرض منه إفقاد أمريكا أي أمل في إنها تنجح في هذه الحرب. وبدأ هنا هجوم مهم جدا اسمه هجوم تات. في 31 يناير 1968 حوالي 70,000 مقاتل فيتنامي شمالي بدأوا سلسلة هجمات منسقة بشكل دقيق على أكثر من 100 مدينة رئيسية في جنوب فيتنام. الهجوم طبعا كان بيستهدف مراكز القيادة الأمريكية في فيتنام الجنوبية، وخسرت الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للهجوم ده خسائر مهولة وفادحة. الخسائر كانت كتير في المعدات وفي الأرواح. مخازن السلاح الأمريكية نفسها يا إما اتسرقت بالكامل يا إما اتفجرت بالكامل. وبسرعة قدرت القوات الفيتنامية الشمالية انها تحكم سيطرتها على المعسكرات اللي هم هجموها دي. اتمركزوا كمان في كتير من المواقع في فيتنام الجنوبية، لكن الجيش الامريكي نظم نفسه من تاني وقدر ان هو يمشط فيتنام الجنوبية كويس ويسترجعها من الشماليين من تاني. بس هجوم تيت اهميته انه كان من الحاجات المحورية في الحرب. اخبار هذا الهجوم لم تقف فقط في فيتنام وانما وصلت الى الرأي العام الامريكي. وفي الدول اللي شبه امريكا الحاجة طول ما هي متكتم عليها الدنيا تمام، لكن اول ما الحاجه دي بتوصل للصحافه فلا، الحكومه هنا في خطر. في نفس الوقت بقى اللي بنتكلم فيه ده طلب الجنرال الامريكي ويست مورلاند ان يتم امداده ب 200,000 مقاتل فريش جداد من امريكا على فيتنام. وهنا القرار كان لازم يكون قرار سياسي صرف من جونسون رئيس امريكا. انا شايف يا فندم ان احنا المفروض نلم الدور بقى، الوضع في فيتنام خرج عن السيطرة. في الحقيقة أنا كمان شايف كده. طب والانتخابات؟ قرار زي ده ممكن يخسر حضرتك الانتخابات. خلاص الانتخابات ما بقتش فرقة، أنا باقي مدة ولايتي هقضيها علشان أنهي الحرب دي مهما كلف الأمر. فنتيجة لده في شهر مارس 1968 ألقى جونسون بيان على الرأي العام الأمريكي وبكل تأكيد على العالم أجمع. الغرض منه كان تهدئة الأوضاع والإشارة إلى سياسة جديدة بتتحرك في اتجاهها الولايات المتحدة قائمة على التهدئة واجتذاب السلام في فيتنام. والخطاب ده خليني أقول لك كان ليه صدى كويس على الشارع في أمريكا وعلى فيتنام الشمالية طبعا اللي هي كمان كانت عاوزة السلام. هو مين حابب إنه يحارب أمريكا؟ وفي باريس في مايو 1968 بدأت مباحثات السلام بين الأطراف المتصارعة، لكن سرعان ما نشب الخلاف بينهم في المباحثات دي. وبالتأكيد هذه المباحثات كان ليها صدى على الانتخابات الرئاسية الأمريكية اللي انتهت بفوز ريتشارد نيكسون بمقعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية 4 سنوات تبدأ من سنة 1968. ومن هنا كل الأفكار اللي كانت عند جونسون واللي كانت عند الأجهزة في أمريكا بغرض التهدئة وإن الأوضاع في فيتنام تكون
يعني طبيعية شوية ونبدأ نسحب القوات بتاعتنا من هناك، اتدمرت على ايد نيكسون. معلومة كده عن ريتشارد نيكسون، كان من اكثر السياسيين في هذه الفترة اللي مع الحرب في فيتنام، داعم لحرب فيتنام بشكل لا يصدق، لكنه في نفس الوقت كان عنده نظرية مختلفة في الحرب عن اللي ويست مورلاند بالفعل كان بيعملها في فيتنام. ويست مورلاند كان برضو بيحب ان هو يحط جنود مشاة كتير في المعركة، وبالتالي كان في ناس كتير بيموتوا من الامريكان، والرأي العام عمال يتقلب علينا بدون داعي. نيكسون بقى كان شايف ان الخطة دي لازم تتغير، واعتمد استراتيجية جديدة في الحرب سماها فيتناميزيشن او الفيتنام، اللي بيها هنسحب جنودنا اللي موجودين على الارض في فيتنام ونستبدلهم بفيتناميين جداد من جنوب فيتنام. احنا اللي هندربهم تدريب محترم جدا يعني، ونديهم سلاح مهول من اول السلاح الخفيف للسلاح الثقيل، ونختار منهم قادة نعلمهم استراتيجيات الحرب والقتال، يعني هنخليهم قوات، والدور بتاع الجيش الامريكي يكون القصف الجوي وفقط. ومن تحت لتحت بقى كان هنري كيسنجر اللي كان وقتها وزير خارجية امريكا بيعمل مباحثات سلام رفيعة المستوى مع فيتنام الشمالية، وطبعا بأوامر من نيكسون. يعني الراجل اللي كان داعم للحرب بكل ما اوتي من قوة في نفس الوقت كان عاوز السلام، ودي حاجة مش مفهومة، او لما تقتنع ان هي دي السياسة هتكون مفهوم. لكن كل مباحثات السلام بين امريكا وبين فيتنام الشمالية كانت بتتوقف لان فيتنام الشمالية كانت متمسكة بحاجة واحدة، انسحاب كل الامريكان من فيتنام الجنوبية، ودي الحاجة اللي امريكا كانت لا يمكن توافق عليه، لان تواجدها في المنطقة دي تواجد حتمي، وإلا نظرية الدومينو اللي اتكلم عنها كينيدي تبدأ تشتغل. والحقيقة الدوشة على الحرب الفيتنامية كانت لا يمكن تنتهي في الفترة دي، نظرا لان الاخبار اللي كانت كل يوم بتيجي من فيتنام على امريكا كانت بتولع في الرأي العام. ومن الحاجات اللي اثرت بشكل كبير على الرأي العام الامريكي كانت مذبحة ماي لاي. أكتر من 400 فيتنامي مدني عزل لا يحملون السلاح، منهم النساء والأطفال والشيوخ، سنة 1968 تم ذبحهم بالكامل بدم بارد من قوات الجيش الأمريكي ودفنهم في قرية ماي لاي. قتل عشوائي ومقبرة جماعية وجريمة حرب حصلت على الأراضي الفيتنامية. يشتعل الرأي العام في أمريكا من تاني على الحرب واستمرارها، ومئات المسيرات الاحتجاجية على حدوث حرب فيتنام ومشاركة أمريكا فيها تكون هي الروتين اليومي للشعب الأمريكي. 15 نوفمبر 1969 حصلت أكبر مظاهرة مناهضة للحرب في فيتنام جوه أمريكا وجوه العاصمة واشنطن، اجتمع فيها أكتر من 250,000 متظاهر كلهم رافضين لاستمرار شلال الدماء ده. ومن هنا بيضرب المجتمع الامريكي الانقسام. الطرف الرافض للحرب دي شايف ان الحرب دي ملهاش اي داعي بالنسبة لامريكا، كل اللي احنا بنجنيه منها ان احنا بنخسر ارواح وفيها ابرياء بيموتوا واقتصادنا بيتدمر، ولا تجر على امريكا الا الهلاك. وظهر طبعا الطرف الثاني اللي بيقولوا على الناس المناهضة للحرب ان دول خونة واعداء للوطن، موجودين في كل مكان. وزيادة الانقسام جوه الشارع الامريكي بدأ يزيد لما ويست مورلاند كان عاوز قوات جديدة تيجي على فيتنام. فهنا عشرات الآلاف من الأمريكان بدأوا يهربوا من التجنيد، منهم مئات الآلاف هربوا على دول تانية زي كندا والمكسيك علشان الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي ما ياخدهمش ويبعتهم على فيتنام. من ضمن الناس اللي رفضوا التجنيد الإجباري كان مين؟ محمد علي، الملاكم محمد علي، رفض ده بشكل صريح، اتعرض للحبس بسبب كلامه ده، لكنه فضل ثابت على موقفه. كل الهوجة اللي قامت على نيكسون وعلى التجنيد اضطرت نيكسون ان هو يوقف التجنيد الإجباري. سنة 1972 تم إصدار هذا القرار واعتمد على التطوع في الجيش الامريكي، وده علشان بيسيطر على الجيش بتاعه اللي موجود على الجبهة بالفعل، لان كتير برضو من الجنود اللي موجودين في جبهة فيتنام كانوا خلاص هم كمان بيهربوا على الدولة المجاورة وبيدوروا على اي طريقة يقدروا يوصلوا بيها للوطن لامريكا. وتفضل المظاهرات مكملة في الولايات المتحدة الامريكية لحد ما يحصل عندنا حوادث مؤسفة جدا في هذه المظاهرات، زي اطلاق النار على 4 من الطلاب في جامعة كانت في اوهايو، كمان في جامعة ولاية جاكسون في الميسيسيبي بيتم إطلاق النار على 2 طلاب، كل تهمة اللي ماتوا دول رفضهم لحرب فيتنام. كل ده والشعب الأمريكي بيثور أكتر عن النظام السياسي اللي كان مركز بس في الحرب ولا يعتني تماما بأي دم بيراق جوه أمريكا. وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير إن حرب فيتنام بدأت تخرج برا حدود فيتنام لدول تانية. لا يخفى عليك إن فيتنام الشمالية كان بيجيلها كل الدعم الاستراتيجي عن طريق كمبوديا، فقامت أمريكا وفيتنام الجنوبية طالعين بقصف جوي وهجوم بري على كمبوديا، وعملوا عملية
غزو ناجحة ليها، ومن بعدها الفيتناميين الجنوبيين بيدخلوا لاوس، واللي برضو كان بيجي من عندها امدادات مهولة على فيتنام الشمالية، علشان تكون فيتنام الشمالية في موقف مؤسف جدا في الحرب بعد قطع جزء كبير من الامدادات عنها، وتكون قدام هجوم واحد شامل على فيتنام الجنوبية. لو نجح يبقى ممكن الحرب دي تكمل، لكن هذا الهجوم يبوء بالفشل وتتم هزيمة فيتنام الشمالية في هذه الحرب. ومين بقى اللي قلت لك عليه انه كان بيعمل مباحثات بشكل سري مع فيتنام الشمالية من امريكا؟ كان هنري كيسنجر. ظهر لهم من تاني بقى بعد المعركة دي، وبدأ انه يضغط عليهم ويقول لهم ان دي الفرصة المناسبة علشان تعملوا اتفاقية سلام مع الولايات المتحدة الامريكية. وبالفعل تم كتابة وثيقة سلام بين هنري كيسنجر من ناحية وبين فيتنام الشمالية. الغرض منها كان ايقاف الحرب تماما، حرب فيتنام تنتهي تماما. لكن القادة الفيتناميين في فيتنام الجنوبية اعترضوا على هذه الوثيقة وعلى هذه الشروط، وتم حدوث قصف عيد الميلاد اللي كان قصف من فيتنام الجنوبية الى فيتنام الشمالية. الغرض منه بس كان كسر الهدنة اللي كيسنجر كان بيضمنها للطرفين. وطبعا هذا القصف حط امريكا يعني في شكل وحش كده في المجتمع الدولي، بس احنا عارفين مين اللي هيقدر يكلم امريكا يعني. كله كلام فاضي قدام القوى الاعظم. فيعني كان واضح ان وجود نيكسون على رأس السلطة في الولايات المتحدة الامريكية شعل الاوضاع في فيتنام اكتر من الاول، ودي حاجة اتأكد منها الرأي العام العالمي سنة 1971 لما ظهرت فضيحة انتشرت في العالم كله، الفضيحة اللي اتسمت بأوراق البنتاجون. تسريبات خرجت من البنتاجون بتشير ان في تصعيدات عملها نيكسون وإدارة نيكسون للحرب دي ودعم استمرارها أطول فترة ممكنة، على الرغم من أن المطالبات بإيقافها كانت كتير وفكرة إيقافها برضو كانت كتير، واللي كيسنجر كان بيعمله لوقف الحرب كان مؤثر. فالحرب كان ممكن تنتهي من سنوات فاتت، لكن إدارة نيكسون هي اللي استمرت في الحرب. ومع انتشار هذه الأوراق في الرأي العام الأمريكي، أي دعم كان بيتقدم للإدارة الأمريكية لدعم الحرب واستمرار الحرب ما بقاش موجود إطلاقا. شهر يناير 1973 الولايات المتحدة الأمريكية بتعقد اتفاقية سلام مع فيتنام الشمالية، علشان بهذه الاتفاقية ينتهي أي عمل عسكري بين الطرفين. لكن الاتفاقية دي ما كانش فيها أي بند بيتكلم عن الحرب بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية. ولاد البلد الواحد أصروا على استمرار القتال بينهم وبين بعض، وزي ما أنت متوقع معايا مع غياب التواجد الأمريكي في هذه الحرب، كفة فيتنام الشمالية والمعسكر الشيوعي بقت أقوى بكتير جدا جدا من كفة فيتنام الجنوبية. علشان في 30 إبريل سنة 1975 تتم السيطرة على سايغون عاصمة الجنوب من القوات الفيتنامية الشمالية، وده كان التاريخ اللي فيه انتهت الحرب في فيتنام. احنا بنتكلم على حوالي عقدين من الزمن، حوالي 20 سنة كان فيهم صراع عنيف، فيتنام هي الأكثر هزيمة فيه. بعد سنوات الحرب التقديرات كانت بتقول، وانا بقول التقديرات مش الاحصائيات لان الارقام اللي هقولها لك دي ممكن تكون اكبر بكتير جدا، بنتكلم ان فيتنام خسرت من شعبها اكتر من 2 مليون قتيل، اصيب في الحرب دي اكتر من 3 مليون فيتنامي، و12 مليون فيتنامي بقوا لاجئين في الدول اللي موجودة حواليهم. الحرب دمرت تماما اي بنية تحتية كانت موجودة في فيتنام سواء في الشمال او الجنوب. اقتصاد فيتنام اتدمر تماما. سنة 1976 تم توحيد فيتنام الشمالية والجنوبية تحت اسم جمهورية فيتنام الاشتراكية، وبدأت هنا مرحلة من اعادة تعمير فيتنام. فضلت فيتنام تعاني من اثار الحرب مدة طويلة جدا، بنتكلم على 15 سنة بعد انتهاء الحرب بشكل رسمي فضلت أعمال العنف مستمرة برضو بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية. الأثار النفسية بين أفراد الشعب الواحد اللي كانوا واقفين قصاد بعض وبيقتلوا بعض بالرشاشات كانت محتاجة أجيال تانية جديدة ما شافتش الحرب وما سمعتش أي حاجة عن الحرب علشان يعيشوا في سلام مع بعض من تاني. لما وصلنا سنة 1986 بدأ الاقتصاد الفيتنامي يتحسن شوية مع اكتشاف النفط الفيتنامي وبدأ تصديره، ومع دخول التسعينات وبص بقى الحته اللي جايه دي بدا يحصل تعاون اقتصادي بين امريكا وفيتنام وتبادلات تجاريه وعلاقات دبلوماسيه من ارفع ما يكون، وهي دي السياسه وهي دي تناقضات السياسه على صعيد امريكا بقى. فاثار حرب فيتنام برضو على امريكا استمرت كتير جدا، وبدات اثار الحرب مع رجوع اخر جندي امريكي من فيتنام سنه 1973. لا ما انا عايزك تكون مركز معايا في التواريخ شويه، مش هتعب لوحدي يعني. امريكا انفقت في الحرب دي اكتر من 130 مليون دولار امريكي، وده وقتها كان يعني بميزانيات دول، بنتكلم على انفاق مهول انفقته امريكا. الانفاق المهول ده جه على حساب الاقتصاد الامريكي،
تضخم رهيب ضرب البلد، وسقوط الاقتصاد الامريكي يعني سقوط الدولار، وبالتالي انهيار في اقتصاد العالم وتضخم كبير بيضرب العالم هو كمان. وكل ده امريكا كانت بتعمله وهي مش عاملة حسابها ان مصر هيحصل فيها حرب، حرب اكتوبر 1973. تقول لي وايه علاقة حرب اكتوبر بحلقة بنتكلم فيها عن فيتنام؟ في حرب اكتوبر حصل حدث مهم جدا، وهو ايقاف تصدير النفط العربي بالكامل الى دول اوروبا والى امريكا، وده اللي امريكا ما كانتش عاملة حسابه تماما لانها كانت مشغولة في حرب فيتنام، وبالتالي دخلت امريكا في دوامة اقتصادية صعبة جدا. لكن احنا عارفين طبعا ان امريكا قدرت ان هي تتجاوز كل الكلام ده. في بقى اثار تانية اكثر رعبا لحرب فيتنام، وهي الاثار النفسية للحرب. من بعد الحرب العالمية التانية والشعب الامريكي كان شايف نفسه الشعب الذي لا يهزم والامة التي لا تهزم. امتلاك امريكا لعدد مرعب من القنابل الذرية والنووية كان مهيئ كده الشعب نفسيا ان احنا قشطة، زي ما عملناها في هيروشيما وناجازاكي نقدر نعملها في فيتنام، نقدر نعملها في مصر، نقدر نعملها في اي مكان. اول اختبار حقيقي حصل للجيش الامريكي، خسر فيه الجيش الامريكي في فيتنام، وانتهت عند الشعب نفسه اسطورة الجيش الامريكي. شوية ميليشيات شيوعية وجيش تنظيمه لا يقارن بتنظيم الجيش الامريكي، وقوته وسلاحه لا يقارن طبعا بسلاح الجيش الامريكي، قدروا ان هم يعملوا في الجيش الامريكي العمايل لمدة 20 سنة. ده غير ان كل المشاركين في الحرب حرفيا بدون اي مبالغة رجعوا امريكا وهم مدمرين نفسيا، ومنهم طبعا اللي كان راجع اصلا مصاب جسديا. السليم منهم اللي جاي على الاراضي الامريكية كان بيعاني لدرجة لا توصف، وما كانش اصلا عارف يتعامل مع المجتمع، اللي كان المجتمع نفسه في امريكا منقسم على الناس اللي راجعة دي. اللي كان بيدعم الحرب من الامريكان شايف ان الجندي اللي جاي ده جندي ضعيف لا يستحق التعامل معاه لانه لم ينصر الامة الامريكية، واللي كان ضد الحرب برضو بقى شايف ان الراجل ده مجرم وساعد على قتل الابرياء في فيتنام. فالتعامل المجتمعي والاثار النفسية والجسدية لحرب فيتنام كتبت على كل المشاركين في هذه الحرب التعاسة الابدية. وبس كده يا صديقي، كان نفسي اتكلم عن حرب فيتنام بتفصيل اكبر من كده، بس عارف لو ده حصل ايه اللي احنا هنكون داخلين عليه؟ هنتكلم على فيديو يقعد ساعة واثنين وثلاثة، وانا مش ببالغ. الحرب وتفاصيل حرب فيتنام كانت مرعبة وكتير جدا لدرجة اكثر رعبة. فيعني اتمنى الحلقة تكون فهمتكم باختصار كده سياسي او عسكري يعني ايه هي حرب فيتنام. الحرب اللي فيه كمية افلام في السينما الامريكية بتتكلم عليها، واحنا لما نتفرج كده بنبقى عاملين زي الاطرش في الزف، هو ايه اللي دخل امريكا في حرب موجودة في جنوب شرق اسيا؟ فالمفروض بعد الفيديو ده انت تكون فهمت يعني ايه حرب فيتنام، وبقيت جاهز انك تفهم ليه في شخصيات كتير في السينما الامريكية عندها تشوهات نفسية نتيجة لهذه الحرب اللي موجودة في مكان بعيد. فبكل تأكيد حبايبي اللي وصلوا للثانية دي من الفيديو يكتبوا لي تحت الكومنت اللي احنا متعودين عليه، وصلت للثانية، اكتب لي الكومنت ده تحت في الكومنتات، وخلي الناس اللي ما بتكملش الفيديو تحتار معانا يا ترى ايه هي الثانية دي. شكرا للمرة الثانية لكل الناس اللي بيدعموا صناعتنا لهذا المحتوى، سواء عن طريق فودافون كاش او عن طريق الانتساب الى القناة او الانضمام لعضوية القناة. تقدر تكون من ضمنهم عن طريق زرار جوين اللي موجود جنب زرار سبسكرايب، او عن طريق ارقام فودافون كاش ولينك الانتساب اللي موجود في صندوق الوصف. وبكل تأكيد كل الناس اللي بتعمل لايك شير تشترك في القناة تفعل كل التنبيهات، الناس دي واللي بيقولوا لنا كمان كومنتات إيجابية على الحلقات أو بيساعدونا أن احنا نطور الحلقات بأراءهم الجميلة جدا، كل الناس دي أراءها فوق الدماغ وكلامها طبعا فوق الرأس. وشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة، وسلام عليكم.